أتوقع لديكم مناشدات عدة فيما يتعلق بقضية الاستحواذ على مركز السلام، إذن أعطيك المساحة الكافية لتقديم هذه المناشدة، تفضل حضرتك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك سيدتي وشكرا لقناة التغيير على إتاحة هذه الفرصة لإيصال الصوت الصادق الصادح بالحق لنصرة مظلومية ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون حرمان وإقصاء وتهميش والضعف في الوضع الاقتصادي والصحي والنفسي والاجتماعي، لكن مع هذا للأسف يتمادى البعض ويتجاوز على مقدرات وممتلكات ورثها ذوي الإعاقة منذ عشرات السنين، وهو مركز لتأهيل وعناية وتوزيع الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها ذوي الإعاقة بالمجان. نفاجئ بقرار صادم أنه هذا المركز التأهيلي الذي يقع وسط بغداد في شارع فلسطين في زيونة، في مكان يبدو يسيل له لعاب تجار هذه الأيام، ليحولوه إلى محلات تجارية لا تعطي لنا ولذوي الإعاقة أي منفعة أو أي فائدة من دون مركز السلام الذي يقدم الخدمات المجانية.